الأرض احتضنت صوتها والقلوب تحتضن صوتها وترحل. الهيئة العامة للترفيه تقدم ليلة لا تمحوها ذاكرة، تكريما لرحيل أيقونة الفن السعودي والعربي طلال مداح. صوت لامس القلوب وسكن الوجدان. قالوا عود يا النشالي ما جد واسم والبر. كوكبة من كبار نجوم الوطن العربي والخليج يحيون عرسا فنيا ضخما يعيدنا بالذاكرة لأجمل أغاني على ميعاد حن. ليلة صوت الأرض يا ليلة غدا مباشرة على الهواء 9:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد.